وبركاته. اليوم احنا بنحضر الفورم السادس انترناشونال للمنتدى الانساني العالمي السادس في مدينه باكو عاصمه اذربيجان. في احد المتحدثين بتتكلم عن اللي هو الابداع والخلاق. الابداع الخلاق، الابداع الخلاق، يعني بنسميه كرياتيفيتي اند انوفيشن، علشان نحاول نحقق اهداف التنميه المستدامه 17. انا بقول المكان ده، احنا كلنا بناخد المكان ده، عايز نكون مبدع، عايز نكون خلاق، عايز نكون صاحب اطروحات. ازاي عايزني اعمل هذا الامر وانت فعلتني او جعلتني لاجئ ونازح ومظلوم، ها؟ وان انا ما اقدرش اعبر عن رايي داخل مجتمعي وانها بتحكمني حكومات دكتاتوريه غاشمه، وان انا ما عنديش مساحه للتعبير ومساحه لبناء عمل مجتمعي مدني قوي، وان انا ايضا هذا الشخص اللي ارضه اصبحت محتله من دول اخرى. انا ايضا هذا الشخص اللي انت بتطلب مني او بتطلب منها انها تكون خلاقه ومبدعه، ان انا ما عنديش شغل، ما عنديش وظيفه ابدا. انا ايضا نفس الشخص اللي اخذت الامم المتحده والمؤسسات الدوليه قرارات كثيره جدا 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 من حق شعبي والحق مجتمعي، ولم تستطع ان تنفذ مثل هذه القرارات. ازاي عايزني اعمل هذا؟ اكون خلاق واكون مبدع واكون عندي مبادرات، وانا ايضا اجد ان الفجوه ما بين الغنى الاغنياء والفقراء شديده جدا وواسعه جدا، وعدد الفقراء وعدد المحتاجين وعدد المهمشين في تزايد دائم. ازاي ان انت بتتكلم عن ان انت عايزني اكون خلاق ومبدع وأخلاقياتنا وقيمنا أصبحت محل شك ومحل تشكيك، والإعلام حاليا كما نعرف كلنا بيفتت المجتمعات بكثرة الكذب والتدليس والنفاق فيها؟ إذا كنت تريدني أن أكون خلاق وأن أكون مبدع وأن أكون صاحب مبادرات، فعليك عشان نحقق أهداف التنمية المستدامة، فعليك أن توفر لي الأمن والأمان والسلام في مجتمعي، والحرية أتمتع بها، والديمقراطية أتمتع بها، وكن أنا توفر لي أساسيات المساواة بيني وبين الآخرين، توفر لي الاحترام والتقدير والاعتراف بما أقوم به، تجعلني قادر على بناء الجسور بين المجتمعات وبين الثقافات، أيضا تجعل المشاركة والدعوة المجتمعية للجميع، تشعرني بأن أنا عزيز في وطني، تمكنني من أن أنا أكون قادر على اتخاذ القرار، تجعلني قادر على بناء الجمعيات وبناء المجتمع بتاعي، أيضا يكون في داخل مجتمعي حاجة بنسميها مرجعية. ما في شيء من غير مرجعية. الحقوق بتاعت كل واحد فينا لابد أن تكون كالتالي: حق في الحياة، حق في العمل، حق في التعليم، حق في الحصول على المعلومة، وحق في التفكير والتفكير الحر. وأيضا كذلك عشان تجعلني مبدع وتجعلني خلاق، لابد أن احنا نمكن الشباب والنساء ونبني قدرات المواطنين ونحمي حقوق كل من المتطوعين والصحفيين والإعلاميين والمفكرين والمصلحين في مجتمعاتنا. كذلك لابد أننا نزور مرة أخرى القانون الدولي الإنساني، نراجعه، قوانين حقوق الإنسان نراجعه، قوانين التجارة الدولية والأسواق المفتوحة لابد أن نراجعها، لأن هذه الأشياء زادت من ظلم الأغنياء للفقراء. كذلك لابد ان احنا نتحدث عن ان التكنولوجيا توفر عدد اكبر من الوظائف للبشر، ليس العكس. العكس حاليا ما نقوله ان التكنولوجيا اصبحت تخفض او تجعل فرصة العمل للبشر اقل مما كانت من قبل.
كل هذه الأشياء إن أردتني أن أكون مبدع وأكون خلاق علشان أحقق 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 أهداف التنمية المستدامة، لابد أن توفر لي مثل هذه الأشياء، ولا يكون كلامنا مجرد كلام في الهواء. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، من باكو عاصمة أذربيجان.